في هذا غضابه، وإني لا أتقرب إلى الله ببيان حالهم وفضحهم، وما حييت حتى ألقى الله عز وجل في بيان حال الخوارج وغيرهم ممن نفسهم من أهل البدع التي زاحموا الجماعة. فمن يطرح لنا طرح الخوارج هذا نفسه في الأنترنت، في الواتساب، في تويتر، في الفيسبوك، نفسهم واضح في التأليب العامة، في الطعن في ولاة الأمر، في نقض الجماعة، في إثارة الفتن، في غمز العلماء. كل هذه أساليبهم وهذه وسائلهم موجودة. بالأمس كانوا يملكون وسائل تسجيلات أو مكتبات حافظات الصوت أو ناشرات الكتب أو بعض الإذاعات أو بعض القنوات، وكانوا يحجبون وصول صوت الحق إلى الخلق، ولكن اليوم هيهات لكم، فلا تملكون هذه الوسائل حتى تمنعوا من أن يصل الحق إلى الخلق. فإن تكلمتم في تويتر قام دعاة السنة بالرد عليكم بالتعليق على كلامكم، وفي الفيسبوك وفي الواتساب وفي الوسائل العصرية التي اتخذت الآن سبيلا لتغذية الشباب بالفكر المسموم حتى يتجرعوه وتصيبهم تلك اللوثة كالكلب بصاحبه عندما يصيبه تتجارى بهم. هؤلاء هم أهل البدع والفتن، هذه وسائلهم. لا يفرحون بهذه المحاضرة، لا يفرحون بهذه الندوة، لا يفرحون بهذا التصريح، لا يفرحون بهذا الوضوح، لا يفرحون بهذا الاسم والرد عليهم بأسمائهم. انظروا تعليقاتهم على ما نشر من إقامة هذه المحاضرة وهذه الندوة، غمزا وهمزا ولمزا. لماذا؟ لا يريدوا صوت الحق أن يصل للخلق حتى لا تقطعوا عليهم الطريق. مع من؟ مع أشباه من تستخدم كانت في أفغانستان حتى إذا انغمست في العدو ضربوا الكبسولة وفجروها. يريدون هذه البضاعة، يريدون هؤلاء الشباب، هذه وسائلهم مستخدمة. ولكن يا أيها السني استمر في نشر الحق وبيانه، ولا تلتفت لهؤلاء، فإن البغاث بأرضنا يستنسر وهم لا يزالون بغاث. ونسور الحق ودعاة السنة محلقين بها بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله وبهدي السلف لا يلتفتون لهؤلاء. بيانا للحق ونصحا للخلق وثباتا عليه. شكرا لله عز وجل بما أنعم علينا به في هذه البلاد.